تظاهر عشرات الراقصين والمغنين والموسيقيين أمام مسرح بلدية ريو دي جانيرو احتجاجاً على سياسة التقشف وتأجيل دفع الرواتب. الفنانون والتقنيون والموظفون والعمال اجتمعوا عند مدخل المسرح للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية لآخر 3 أشهر بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية والتعليمية. المحتجون رفعوا لافتات كتب عليها أنقذوا المسرح البلدي والثقافة هي روح الوطن. المسرح البلدي في ريو دي جانيرو هو واحد من أوائل دور الأوبرا ورقص الباليه في البرازيل، وهو أحد أفضل دور المسرح في أمريكا الجنوبية مع نشاط امتد لمئة عام. لم نختبر مثل هذا الوضع الاقتصادي من قبل، مررنا بأوقات عصيبة جدا، لكن ليس إلى هذا الحد. الظروف غير مؤاتية للمجيء إلى العمل، لا نملك المال الكافي لشراء الطعام ولا لدفع الإيجارات ولا لإعالة عائلاتنا ومساعدتهم. لم نختبر شيئا أسوأ من قبل. نعيش في مدينة محاصرة مع بعض الفوارق، لأننا عشنا سابقا في ظل حكم ديكتاتوري في كل أمريكا اللاتينية. عدونا الآن يرتدي قناع امرأة عجوز في حين هو ثعلب مكار. الأزمة الاقتصادية التي تضرب ريو دي جانيرو منذ العام 2016 هي انعكاس لأزمة اقتصادية أكبر عصفت بالبرازيل منذ اعتلاء ميشيل تامر كرسي الرئاسة مكان ديلما روسيف.